السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في لعبة اونو. من زمان ما نزلناها يا جماعة الخير، لكن هالمرة مع اخواني راح العبها فهد خالد وعمر. راح نلعب حنا الاربعة الطور اللي كل واحد لحاله. صوتكم معك معلي يا شباب، ولا تنسون تشتركون في قنواتهم موجودة تحت في صندوق الوصف. خلونا نبدأ. يلا اسمعوا القوانين يا شباب، انك تقدر تسوي ستاك للتسحيبات نفس لعب الاونو العادي، انك تدبر. خلينا ناخذ راوند تجريبي لان ما اول مره. لا يعني. لا ما في سلامات، نلعبون منذ الصغر يا عمي. طبعا كل واحد لحاله جاهزين ونشوف من المحظوظ اللي بيجي تسحيبات. طبعا ما حد بيقول الحين اول مره العب اونو، ما في، كلنا نلعبها من زمان. انا اول مره العبها نصاب دجال، اول مره تقريبا يعني. هلا بالتسحيبات. يلا يا فهد العب. فهد العب الوقت. يلا 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 يلا. معليش والله البدايه يعني غير لون يا ابوي. عمر يلا فهد يلا نستفتح فيك تفضل. طيب اقدر اسحبك يعني؟ مو انا اتسحب، خالد. سلامات، اول مره تلعبون. ما اتفقنا اما ذا خالد. لا عمر اشوا عادي عادي والله اشوا والله انخرجت. عمر يلا ما يمديني. اوريك اوريك. طيب يلا بسم الله. عند الدور. اوكي طيب عطني، خذ ثلاثة زرقاء. يلا كويس غيرت اللون. يلا حلو. يلا خالد انت بس تسحم البداية. عمر والله عندك 12. والله عندي والله. ريح صار. الله يقلع ابليسك. وش رصة الاوراق ذي يا ولد؟ عندي اوكي صالح. لا تمد ايدك على التسحيبات يا شيخ. يا عيال ما في غش ولا كان سحبنا زرفنا من الستاك. شباب فهد بيفوز ولا لحظة انا اقل واحد؟ لا مستحيل. كيف والله ما يحتاج. العب 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 معليش والله. طيب يلا اصفر. احمر يا رجال. يلا احمر. يلا 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 من اللي قرب يخلص. خالد عينكم على خالد شباب. كيف ما عندك حجاك فهد دائما يطلع لك. فهد العب شن بطل. لحظه رحت رخي الصوت. ما في لحظه خلاص يسحبونك. يلا يا شيخ راح الدور. راحت عليك خلاص والله راح الدور. ها عمر شلون الخايس ذا والله السوق. الله الله يستر الحبيب. يلا معليش والله استوعب. طيب اوريك انا اوريك. ريح ريح عمر انت ما عندك الاستوب. كويس جيت على الاستوب يا رجال. اوكي طيب خذ هذه. يلا يبونه كذا تبونه كذا. طالع ريح شوي عمر. والله العظيم لو ما تفكنا شرك ما خسك. لحظه لحظه يا شباب. ايوه يلا يلا يا الله. خالد انتين. لا خلاص صار أربعة أربعة. أوه فهد ثلاثة. عمر خلاص عاد. يا الله والله لي استغفر الله. خمسة أدوار ما لعبت دقيقة الحين. طيب اللون الأحمر. عمر تضحك ها؟ صالح جنبك يا ولد. تضحك ها تضحك. يا عيال ابغى العب. كويس كويس كويس. يلا الدور يا شباب. صالح انت خبره يا شباب. لحظه فهد فهد تبغى الدور. ابشر ابشر امسك امسك الدور. لا لا والله ما عندي شيء. اسحب ما في ما عندي. اسحب خلاص والله ما هو باقي له ثنتين. فهد غشاش. ايه يبغى يفوز. اي لون اي لون؟ ازرق. اوكي طيب ازرق. ايه ازرق. يلا 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 ها إيه إيه اوكي اوكي. لا لا يلعب عمر خلني اسحبه. ايه ما بلعب اصلا. عمر لا يلعب لا يلعب. ايه فكني والله. رجع يا ابوي. يا الليل يا شباب ما يصير ترى باقي لي ثلاثة بس. والله ما لا لا ما ودي. اما بقعد اسحب. لا خالد اوكي اشوف. اسحب لي يجيك اللون. لا لا يا عمر تكفى فكنا بس. ايش كم باقي لي؟ باقي لي بلا باقي لي اربعة اربعة. اربعة او ستة وسبعة. اي كفو. اشوف الرقم يا ابوي ترى طالع لا تنصف. ها كيف كيف الوضع؟ لا والله شكلي بسحب. شباب اسحب اسحب. ليه ما اقدر العبها على طول؟ ما في ليه؟ لين يجيك اللون نفسه او رقم. العب يا عمي العب. اي اي كفو. اوه انقلب النكبه صدق يا شباب. لا صالح فكنا يا شيخ. لا تحط تسحيبات خالد. ما عندي ما عندي شيء. راح فهد تسحيبه ولا؟ لا 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 يا رجال اسحب. اما تخير بعد تخير. سلامات ترى علي والله. لحظه جاني تشالنج ما ادري ايش وش الوقت. ما ادري والله نسيت هذه اظن. اوكي اسحب اسحب.
نسيت هذه والله ما ادري ايش السالفه انك انك اذا فزت في التشالنج ترى عمر يسحبها كامله التسحيبه حقته شيء زي كذا. طيب ليش اسوي له تشالنج اصلا ما عندي انا؟ عمر ما انت فايز ها؟ صالح يلعب النظام انت فايز يا ابوي. يلا وش اسوي الحين؟ اسحب. يلا اسحب على اساس ان عندك خيارات. اسحب بس ما بالله صالح باقي عنده ثلاث فهد تراك خمسه تسحيبات. يا فهد انت شيء ولا ألعب خالد الوقت ما عندي شيء يلعب شيء ثاني. آه شيء. أشوا ليش يا ولد؟ والله ما أدري شيء كل أرقام بس. شباب لا حتشوف الورق. لا حتشوف الورق حقي يا شباب بالله. يا عمر خلك. فهد فهد صالح يا شيخ ركز عليه. لا يا شيخ. القمونو القمونو. ألعب ألعب سريع. سريع. غير الألوان يا أبوي. أنا ما عندي تسحيبات يا شباب. أتوقع أنت صالح أزرق ترى. ازرق اكيد. اي شكله طيب. شكله لا مو اكيد معك تسحيب. ما في ما في. لا والله ما عندي والله شكله. ايه سحب. لا تحمسون لا تحمسون بس يا عمي خير رجع الاخضر بس اجل. ترى اللي عنده اخضر ها تحريات يا رجال. العب بس صالح بجنبك. ايوه والله يا شباب اونو مره ثانيه. يا خلنا افوز عشان المقطع ينزل عندي. خلنا افوز شباب. خالد لا لا ازرق. ايوه عشان اسحب. يا رب جت سحيبه. اه يا اخي سلامات. لا لا يفوز في ازرق عندك. الليل هو اخبر صالح انت شكلك والله. شوف اسحب واحد يطلع له على طول. كل شيء تجي الوان يا اخي. ايش فيه؟ اما انا قد اسحب كل شيء ما لقينا. عمر اسحب يا اخوي. مشي الدور شباب باقي لي ورقه. يا عمر والله ما لك داعي زبده. لا تسحبني. ما عندي والله ازرق. نسحب. ايوه بلاي. العب العب. لا يا اخي يقلع ام الحاله. كويس يقلع ام الحاله. كفو والله كفو. كفو والله فهد اشكرك صراحه. الله يعطيك العافيه والله. ما ادري يلا 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 شباب وين التسحيبات؟ وين الجلد؟ وين الشغل؟ ما عندي. فهد من بداية الجيم يسحب يا رجال. انا ما عندي تسحيبات اثنين ما يجي بس. أيوه. شباب عمر استغفلنا. شوف قرب يفوز والله. لا يا ابو الله صالح بالله يا عمر وين؟ لا تسحبني لا تسحبني ما عندي شيء. لا تسحبني. لا لا تسحبني. لا الحظ. عمر ما قالوني. عمر ما قالوني. ارجع اسحب يا ولد. والله ما كنت ادري. عمر فيها كذا. انا بلغت انا بالصدفه والله. لا ما ايزي 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 يا عيال. ما ادري ايش تصيبه. لا يا ولد غش يا رجال. اوريك الله 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 الله. الورق بالله اوكي كم من سبع اوراق عندي صح؟ عندي انا. والله شوف والله مو بعجبني اللون يا شباب معليش يعني. اوكي اي الوضع كذا يعني ها. يلا غير اللون. امزق والله. والله تلعب يا خالد. شباب نبغى حرب. او عمر انت اللي قدام الحين. اي والله تغيرت الاماكن. يلا يلا فهد وقف شوي بالله. يا شباب ما يصير من اول. انتظر. يلا بقيم ثلاثه. مين خالد؟ العب سبعه. يلا فهد اسحب ثنتين. ايش هذا يا اخي؟ يلا عمر خلينا نشوف. نبغى حرب يا اصحاب ترى. ايش تلقى يا رجال؟ طيب نبغى حرب من البدايه يا شباب. انا ما ادري ايش اسوي. طيب اوكي حبيت والله. والله ما في الا اوكي. يلا هذه معليش والله. الله يلا راح راح عمر. ما عندي والله. غير اللون يا سلامات كل والله. حتى انا الصراحه صالح كيف صرت؟ سلامات يا حبيب يا رجال. الى متى؟ لين يجيك اللون. اما يا رجال قد وصلنا في العشرينات يا رجال احمد ربي. طيب ايش تبون؟ ايش تبون اللون؟ يلا يلا ها. اصفر اصفر اصفر. يلا انا برضه ابغى اصفر. كفو والله كفو. يلا عليك اضبطك عشان كذا رجع لك الدور. يلا كفو بفوز يا عمي. تضبيط الوضع يا عمر. عمر تسحبني مره ثانيه ولا؟ لا توبه توبه خلاص. توبه اكيد. سلامات ما في رحمه. يلا 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 هذا عقاب بسيط. اهم شيء اهم شيء اللون مستمر على الاصفر. خذ لك هذا واحد. سحب صالح بيفوز. اوه والله بيفوز يا ولد. بس شباب 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 بدون شو اسمه بس ما عجبني. بدون شو اسمه هذا تصويب ما ادري ايش يسمونه. اوكي
والله اعطى اربعة يا فهد. لا ما عندي تسريبات والله. شوف يعني هو اصله ان ما هذا فهد. يلا يلا ها تلعب مرة ثانية امسك يلا. ايه كفو والله كفو. الله يسلمك عمر. اخبارك؟ والله عمر انخرش يا رجال. والله ما قلبته يا رجال. خالد خالد خلنا حبايب. ها لا تبدا الحرب ما انصح. يلا يلا عشانك. الله يسلمك والله امسكونه يا رجال. لا بيفوز يا شباب. بيفوز والله. خالد ما عندك شيء؟ العب هذه. صالح ايش تبغى؟ لون ازرق. يلا. لا والله ما ازرق ابغى. احسبك تستهبل والله. يقرا اول حاله ما وثقت فيك. هذه الحرب العكسيه ما ادري ايش يسمونها. لو طلع الازرق صاحبه ستوب ترى. شباب كيف اقول اونو ذا بقي لي واحده؟ تضغط تحت على يمين يطلع لك اونو كلمه اونو تحت. اوكي والله نكبه ان شاء الله ما انساها. بس دوري يلا العب. اضغطها قبل لا العب ولا بعد؟ بتطلع لك الزبده تحت على يمين. اضغطها. ايوه اي بقول بلغ. والله بقرب يفوز. اوه شباب رجعوا اصفر. ايوه خالد يعطيك العافيه. لا امسك اخضر. الله يعافيك يا عمي. ايش ترى لا 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 يا شيخ ليش؟ اوه هشوا صالح اللي خرب يا شيخ. انا ضبطتك بالصدفه طلعت معي يا رجال. اوكي العبها العبها يا ولد. ايش في الرقم هذا يتكرر كل شوي؟ العب الحارس والله مليان ترى. اي عمر روح روح لا توقف. اي روح روح روح. كفو 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 خالد. صالح وش اللي عندك يا اخي؟ ما ادري شلون. شو الرقم اللي عندك صالح؟ نسيت نسيت اللون. ما ادري جسس ولا شيء كذا. ما في ممنوع. العب يا شيخ غير اللون ذا. الله لا لا مات يموت. حظ يا عمي. يقلع عم الحظ يا عيال. الزبده يا شباب. والله ما ورقه الصراحه. ايش اسوي؟ اسمع اسمع شوفوا للامانه ترى لي سنتين العب اونو يعني خلاص المفروض انا افوز صراحه. يعني تعرف انت الهفوات حق اللعبه. وبس يا جماعه الخير هذا اللي كان عندي اليوم. اتمنى الفيديو عجبكم. لا تنسوا تحطوا لايك. قنوات اخواني تحت في الوصف. السلام عليكم. We'll be right back.